من المنتج إلى المستهلك افتتحت أول نقطة بيع الأسماك هنا وسط مدينة الجلفة، أشرفت عليها مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك. وهذه نقطة البيع تندرج في إطار تنفيذ سياسة استراتيجية قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لتشجيع منتجي سمك، منتجي تربية المياه أو منتجي السمك بصفة عامة على ولوج على تسويق المنتوجات تاعهم. ونتمناو أنها تكون في جميع أسواق بلدية الجلفة كسوق بن جرمة وسوق صاميزو 100 حي 100 دار لتقريب كل المنتجات من المستهلكين، حتى لا يضطر كل المواطنين للتقرب من الالتحاق بسوق وسط المدينة. هذه النقطة ركزت على بيع سمك البلطي الأحمر الذي ينتج محليا هنا بولاية الجلفة. كما كتشوفوا هنا البلطي الأحمر هذا هو من منتجات مزرعة على مستوى مدينة قرنيني بعين وسارة، وافتتحنا به بأسعار معقولة في متناول الجميع، وإن شاء الله تكون متبوعة بنقاط أخرى. قمنا اليوم بفتح نقطة بيع مباشرة بولاية الجلفة. حبيت نوضح برك اليوم نقطة أنه المنتوج هذا البلطي الأحمر أنه قبل ما يدخل للنقطة هنا ينفوتوه على بروتوكول صحي، أنه يفوت على مع الطبيب البيطري ووصلنا هنا للنقطة. صفتي كمواطن حسب الرؤية تاعي الأولية تعتبر أسعار تنافسية، ولكن نتمنى أن تنخفض أكثر لأنها من المنتج المستهلك، وهذه النقطة هي نقطة تابعة للدولة. يأمل سكان الجلفة الذين استبشروا خيرا بهذه النقطة أن تكون الأسعار تنافسية وفي متناول المواطن.